كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وكل المصريين بخير وصحة وسعادة وأمل. النهاردة الناس خرجت في أول أيام عيد الأضحى المبارك للاحتفال بفعاليات هذا العيد. عدد كبير من المصريين راحوا إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، متحف الفسطاط. خلينا نتابع ونشوف إزاي الأسر المصرية كانت حريصة على زيارة زيارة هذا المتحف في أول أيام عيد الأضحى. تفاصيل أكتر هنعرفها من زميلتنا هناك لمياء حمدين، مراسل صباح الخير يا مصر داخل المتحف. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك مصطفى، صباح الخير عليك باسانت، وعلى كل السادة المشاهدين في كل مكان، وكل سنة وكلنا طيبين بمناسبة طبعا عيد الأضحى المبارك. النهاردة في أول أيام عيد الأضحى احنا في المتحف القومي للحضارة بنتابع استقباله للأسر المصرية على كافة مستوياتها، بيدخلوا وبيتفرجوا مستمتعين جدا. تفاصيل أكتر هنعرفها النهاردة من دكتور ميسرة عبد الله نائب الرئيس التنفيذي للمتحف. صباح الخير يا فندم، كل سنة حضرتك طيب. صباح النور يا فندم، وكل عام وانتم بخير، وكل عام والأمة العربية والإسلامية بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. خلينا نتكلم على استعدادات المتحف لاستقبال عيد الأضحى وزواره، بيبتدي من امتى لحد امتى، وعملتوا ايه عشان تستقبلوا الناس بأفضل صورة، ويعني يبقى فيه طبعا إجراءات السلامة والإجراءات الاحترازية. في الواقع المتحف القومي للحضارة هو بيمثل علامة فارقة على خريطة السياحة في مصر، وهذا المتحف دايما بيتميز بكثافة عددية كبيرة من الزوار خاصة المصريين، ولذلك مع بوادر اقتراب عيد الأضحى المبارك احنا من البداية وضعنا لأنفسنا خطة عمل. هذه الخطة على أساس أنها ترحب وتهيئ للسادة الزوار سواء من المصريين أو الأجانب أفضل خدمة ممكنة داخل المتحف، ولذلك احنا عملنا عدد يعني على الرئيس التنفيذي للمتحف الدكتور أحمد غنيم المشرف على المتحف القومي للحضارة، وضع خطة وقامت بها جميع إدارات المتحف للمراجعة الدورية لكل الخدمات، لمناطق الزيارة، لمناطق الخدمية، للكافيتريات، تجهيز قاعات العرض، استقبال الزوار بالهدايا الرمزية، مع وضع في الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تحسبا لزيادة أعداد كورونا في الفترة الحالية. الحقيقة أنه المتحف مليان طبعا قاعات مختلفة كلها بتشهد على حقب تاريخية مختلفة في تاريخ مصر كله من زمان لحد من آلاف السنين يعني لحد دلوقتي، لكن الملفت جدا أو اللي حابين نتكلم فيه أكتر النهاردة كسوة الكعبة والهودج وتاريخه من يعني آلاف السنين، وإحنا شغالين في هذا الأمر عايزين نتكلم أكتر عنه وعن تفاصيله، خصوصا أن إحنا موجودين ورانا كسوة الكعبة، آخر كسوة كانت المفروض تروح لبلاد الحجاز. الحقيقة كسوة الكعبة هي عادة من عادات العرب، تعتبر كانت من أكبر العادات اللي بتشرف بها العرب تكريما وتعظيما لبيت الله الحرام، وهذه العادة عادة كسوة الكعبة المشرفة يمكن بنجد إن هي بدأت حتى مما قبل الإسلام، لأن أول كسوة وضعت كاملة على الكعبة المشرفة طبقا للتقاليد العربية وضعها الملك اليمني الملك تبع ابن أسعد الكامل، وهذا الملك حكم اليمن في الفترة ما بين 400 إلى 430 ميلادية يعني قبل الإسلام، ولما هو زار الكعبة المشرفة أمر بوضع كسوة تكريما لبيت الله الحرام على هذه الكعبة، وكانت هذه الكسوة مصنوعة من القماش اليماني وهو عبارة عن حرير لونه أبيض، وهذا الحرير بخطوط طولية حمراء، ثم أصبحت بعد كده عادة عند القائمين وسدنة الكعبة المشرفة إن هم كل سنة يضعوا كسوة جديدة، وكانت هذه الكسوة ليست دايما باللون الأبيض، كان ممكن يبقى لها ألوان مختلفة سواء الأبيض أو الأصفر أو الأحمر أو الأخضر. وكان من عادة العرب إنه الكسوة القديمة ما بتتشلش، إنما توضع الكساوي فوق بعضها البعض، ونظرا لثقل الكسوة الكبيرة على الكعبة المشرفة أدى إلى تساقط جدران الكعبة فأعيد بناءها قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لما جاء الإسلام احنا وجدنا أنه بداية وضع الكسوة من أرض مصر تعود إلى عصر الخليفة أبو بكر الصديق، ففي عصر أبو بكر الصديق
بدأ وضع كسوة مصنوعة في مصر، وكانت بتصنع من قماش اسمه القباطي، وده عبارة عن قماش من القطيفة المصرية كانت بتغطي جدران الكعبة. أنا عارف إن هو كمان كان نسبة لأقباط مصر وقتها، يعني الاسم ده أطلق عليه، وخصوصا إن مصر في الوقت ده كانت مشهورة جدا بأفخر الأقمشة والثياب وأعظمها وأغناها. بالضبط، لأن هذا النوع من القماش ده اللي كان بيميز الصناع المصريين في الوقت ده. الأقباط المصريين والمصريين على مختلف طوائفهم كانوا هم اللي بيقوموا على صناعة هذه الكسوة. كانت مشهورة بها مدينة الفيوم. كان الكسوة المشرفة بتتعمل في الدلتا، في مدينة تنيس في دمياط، مدينة شطة، مدينة تونة، بالإضافة إلى مدينة الفيوم في مصر الوسطى. ومع العصر الأموي إحنا لقينا إن الكسوة المشرفة كانت بتوضع على الكعبة 4 مرات في السنة، وكان كل مرة بيبقى ليها لون مختلف، أبيض، أصفر، أخضر، أحمر. كمان عايزة أتكلم على الموكب الاحتفالي اللي كان بيحصل في الكعبة، خصوصا في عهد المماليك وقبله كمان، لما كانت بتجوب القاهرة كلها خلال 3 أيام، ويبقى كبار الدولة موجودين، الولي نفسه بيكون موجود، أو هناك اللي بينوب عنه كمان بيبقى ماشي في المسيرة، والصوفيين كمان، والطبول والمزامير. وكمان يعني بحثت في الموضوع ده، لقيت كمان المحلات التجارية كانت بتتزين، كان بيبقى يعني عيد موجود عندنا في مصر. هذا العيد اللي هو احنا بنسميه عيد طلعة المحمل. عيد طلعة المحمل او خرجة المحمل دي بدأت معنا بالفعل من مصر في عهد السلطانة شجر الدر، وبالتحديدا سنة 1249 ميلادية، لما راحت تزور الكعبة المشرفة في موكب الحج مع الملك الصالح نجم الدين أيوب، واخدت معاها كسوة الكعبة المشرفة. وكانت السلطانة شجر الدر عملت موكب كبير، في مقدم الموكب هودج، هذا الهودج بيحتوي على 2 علبة من الفضة فيهم مصحفين مشرفين. منذ ذلك الوقت من عهد شجر الدر أصبحت عادة كل سنة أن مصر تصنع الكسوة، وكانت الكسوة بتتصنع في مراكز صناعة مخصوص لغاية عهد محمد علي، لما بنالها دار اسمها دار الكسوة في الخرنفش. وهذه الكسوة كانت بتوضع على الجمال، ثم تطوف شوارع القاهرة ويتقدمها هودج كبير يحمل المصحفين المشرفين لمدة 3 أيام، ثم يبدأ الموكب الكبير من عند القلعة، من ميدان الخليفة في القلعة، بيحمل كسوة الكعبة المشرفة لغاية السويس، لغاية لما يوصل إلى مكة المكرمة. والمتحف هنا بيحتوي على الهودج الأخير، أو أحد الهوادج يعني الموجودة عندنا، اللي بتعود إلى عصر السلطان عباس حلم الثاني سنة 1912، اللي بين هذا المحمل. دكتور ميسرة عبد الله، بشكرك شكرا جزيلا على المعلومات الكتيرة اللي حضرتك اديتها لنا النهاردة، وكمان على استقبال المتحف النهاردة لزواره من الأسر المصرية، وكافة الأسر المصرية بتحتفل النهاردة بعيد الأضحى المبارك في كل المتنزهات والمتاحف وكتير من الأماكن المختلفة اللي هيسعدوا بيها إن شاء الله. إليك مصطفى، إليك بسنت. شكرا ليكي لمياء، كل الشكر لمياء حمدين، مراسل صباح الخير يا مصر.